إذا كان مجموع الشحنات الموجودة داخل سطح مغلق يساوي 4×10^6 يوجد مقدار التدفق الكهربائي عبر هذا السطح. نقول الآن أن فاي تساوي هي مجموع الشحنات على إبسلون نوت. الآن مجموع الشحنات هي 4×10^6 على إبسلون نوت، وهي ثابت قيمته 8.85×10^12، والإجابة الآن 45×10^6 نيوتن في متر تربيع لكل كولوم. بما أنه إجابة الفاي هي قيمة موجبة، إذا نستنتج من أن قيمة التدفق الكهربائي أن عدد خطوط المجال الخارجي أكبر من عدد خطوط المجال الداخلي لأنه فاي موجبة.